ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور مصطفى عبد السلام، اخصائي نفسي ودكتوراه في الصحه النفسيه والتربيه الخاصه. اهلا بحضرتك معانا، نورتنا. اهلا بيك يا فندم، الله يخليك. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، تيك توك. وما ادراك ما التيك توك. طبعا الموضوع واخد شهره كبيره قوي قوي قوي. ليه؟ يعني سؤال عميق جدا يعني. بص هقول لحضرتك، اولا احنا قبل ما نبص على التيك توك هنأصل للموضوع بشكل عام. هي المسألة أكبر من التيك توك، يعني قبل التيك توك كان في الهوجة الانستجرام، قبل منها الفيس، قبل منها حتى قبل البرامج التواصل الاجتماعي دي كان في إن أي مثلا مغني ولا مش عارف إيه ولا بتاع تلاقي الناس بتقلده، أو أي فيلم مثلا زي الليمبي أو بتاع تلاقي الناس بتقلده، أو المراهقين أو فئة معينة من الشباب. يبقى إذن الموضوع بقى إيه؟ ظاهرة. ده التيك توك دوت عبارة عن إيه؟ يعني سواء لو ما كانش هو موجود كانت حاجة تانية هتحل محله. يبقى الموضوع أكبر، جزء من الكل، الله يفتح عليكي، أكبر من التيك توك في حد ذاته، أو أكبر من الفيس في حد ذاته. الموضوع بقى جاي منين؟ جاي من خلط كبير جدا عند الناس بسبب يعني ضعف الوعي التربوي والضغوط الاقتصادية والاجتماعية ما بين حاجة اسمها جودة المعيشة وجودة الحياة. الناس كلها بتوفر لأولادها جودة المعيشة قدر الإمكان، يدخلهم أحسن مدرسة، الأم تبقى مش عارف إيه، تدخلهم النادي الفلاني، تجيب الملابس براندات مش عارف إيه، بتهتم بجودة المعيشة. لكن في حالة ما بتهتمش بجودة الحياة اللي هي تخلي فيه صحة وسلامة نفسية عند الأولاد. فيبقى فيه ارتباط نفسي بينها وبينهم، بين الأب وبينهم، بينهم وبين المجتمع، فيقدروا ينقوا الحاجة الكويسة ويبعدوا عن الحاجة الوحشة ويستعملوا كل حاجة بالاستعمال الإيجابي بتاعها. دخلت الناس بقى بالطريقة ديت وعدم قدرتهم على التفرقة ما بين المصطلحين، ركزوا على العناية وما ركزوش على التربية، فبقى طبيعي ان سهل الأطفال والمراهقين وفئة الشباب كمان كلها يبقى سهل استقطابها من اي حاجة سواء اسمها تيك توك او اسمها حاجة تانية ايا كان مسمى الابليكيشن نفسه. يعني طب برضو عايزة اسأل لحضرتك، يعني غياب الأسرة كان سبب في دخول شباب وبنات كتير ابليكيشن زي التيك توك اللي ممكن يعني يكون هو يعني الاساس اللي بنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة؟ غياب وعي الاسره القليل هو اللي تسبب في ظهور ابلكيشن زي ده؟ بالظبط. يعني بصي، دور الاسره مهم جدا في مراحل حياه الانسان ككل، حتى بعد ما يتجوز اهم دور ليها اللي هي للاسف غاب من غير ما نبقى واخدين بالنا، الدور اللي هو اسمه اشباع الحاجات النفسيه. الاسره ما بقتش تشبع الحاجات النفسيه بتاعه اولادها من الحاجه للتقدير، من الحاجه انه يحس ان هو بيعمل حاجه كبيره، حاجه مقدره. فايه اللي حصل؟ البرامج دي دخلت أشبعت الموضوع ده. البرامج دي كلها قائمة على فكرة الخوارزميات، يعني أنا أخش أتفرج على حاجة فيبدأ بعد كده يظهر لي اهتمامات بتاعتي، يبدأ الرياكت بقى ومع الحاجات بتاعتي دي تفرحني، فيبدأ البرنامج أو التطبيق ده يقوم مقام الصديق أو مقام الأسرة بحد ذاته. فبدل ما كنت بقضي معاه 5 دقايق ولا 10 دقايق لقيته بيظهر لي الحاجات اللي أنا بحبها، هقضي ساعتين، هقضي 10، وبيشبع لي الحاجات النفسيه بتاعتي. انا بعمل فيديو بلاقي فيه عليه لاف، بلاقي عليه لايك، وبلاقي عليه مش عارف ايه. بس التيك توك توسع الفتره اللي فاتت جدا، يعني لقينا كتير قوي من الشباب والبنات بداوا يدخلوا ابلكيشن زي تيك توك. اطفال سن 4 سنين و5 سنين اللي هو السن اصلا ان احنا كنا تقريبا في اطفال، يعني فعلا كنا اطفال. فيعني انا شايفه ان ابلكيشن زي التيك توك بالذات اللي ممكن نكون نتكلم عليه النهارده من الابلكيشنز اللي عملت مشاكل كبيره. انا شايفاها من وجهه نظري كل حاجه فيها سلبيه وايجابيه، بس انا لو احط تقييمي كتقييم، لا، الابلكيشن زي ده ممكن 10% مفيد، 90% مضر. استخدمناه غلط. احنا الشعب بيستخدم الحاجه غلط فعلا. يعني انا مش شايفه سبب ان انا اعمل ليبسينج مثلا على فيديو او اغنيه معينه واقعد. بنشوف نماذج مش حلوه. طيب انا هقول لحضرتك على السببين اللي خلوا التيك توك بالذات ينتشر بالطريقه دي. اول حاجه اللي هي ايه؟ نظريه كوبايه الوقت. كل واحد فينا عنده كوبايه وقت كده، وقت معين لو هو ما ملهاش بحاجه لازم هتتملي بحاجات تانية. فالفتره اللي فاتت دي مع كورونا ومش عارف ايه وبتاع، في كوبايه الوقت عندنا فضيت خالص، ما بقاش عندنا ولا نوادي بنروح ولا مش عارف جناين ولا زيارات ولا. فكوبايه الوقت الفاضيه دي لا ينبغي ان تكون فاضيه، مش هينفع تكون فاضيه، لازم تتملي بحاجه تانية. يعني قصدي حضرتك ان كورونا تسببت في نشر ابلكيشن زي التيك توك؟ ده اكيد. حتى استثمارات البرنامج ذات نفسها قفزت مش عارف 400% بعد اول شهر من ازمه كورونا والحظر العالمي. دي اول نقطه. تاني نقطة، اشمعنى بقى التيك توك بالذات؟ هو مختلف ومميز عن بقية البرامج. ليه؟ لأنه بيشبع أهم حاجة نفسية عند كل البشر اللي هي الحب الظهور، إن أنا أحس إن أنا ظاهر.
الفيس انت بتعملي بترفعي صوره للانستغرام صوره. انا ممكن اعمل لايف بوست على الفيسبوك. لكن نعم ما انا ممكن اعمل لايف على الفيسبوك. ليه استخدم التيك توك برضه؟ يعني اللايف على الفيسبوك معتمد على فكره انه يا ينجح يا يفشل، انما التيك توك قايم على فكره حاجه بالفعل ناجحه، جزء مثلا من فيلم او مش عارف ايه. فانا ضامن ان انا بس المجرد ان انا اعمل شويه حركات بجسمي او احرك بقي انا كده كده الحاجه دي مقبوله، مضمون نجاحها. غير الفيس اللي هو انا بعمل لايف يا عالم، ممكن يعجب حد ممكن ما يعجبش حد، ممكن حد يدخل محدش يدخل، ممكن حد يعلق لي تعليق سلبي. لكن لما اجيب حاجه ناجحه من فيلم او حاجه ناجحه من مسلسل او بتاعه او ما انا مدخل نفسي عليها، انا ألصقت نجاح الحاجه دي بنجاحي انا كشخص وظهوري ومش عارف ايه وكده. يعني انا على المستوى الشخصي برضو شايفه ان ابلكيشن زي تيك توك من الابلكيشنز لازم تتشال خالص ويتم وقفها في مصر. عندك عدائيه؟ لا معلش، بشوف نماذج غير، يعني اقول ايه، مش قادره يعني اعبر عنها، مستوى متدني بمعنى الكلمه لنسبة 80%، مش قلت 90 عشان ما كنتش بظلم ناس، 90 يعني 80% من شباب التيك توك وبالذات فئة البنات فعلا احنا اللي بتتعامل بأسلوب غريبة جدا غير لائق ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا ولا بلبسنا ولا بأخلاقنا، مستوى يعني متدني. لا ابلكيشن زي ده لازم يتوقف بصراحة. انا شايفة ان ابلكيشن زي ده لازم انا هخرج من هنا والله بجد. يعني الواحد بيشوف نماذج، طبعا يعني نشكر طبعا الدولة جدا على مجهودها الكبير، ان هي بتقدر قادرة تحد اي حد بيحاول يتجاوز، بتقوم يعني برضعه او برجوعه تاني. يعني كان في يعني حاجات كتير وناس كتير اتوقفت فعلا الفترة اللي فاتت، بس في نماذج غريبة غريبة. ايوه فعلا، انا من الناس اللي بدخل على الابلكيشن وبتفرج عليه كايه، ايه ده اللي بيحصل؟ حاجات ده صعبة. انت بصي عشان تهوني على نفسك الامر، بصي للتيك توك واللي بيحصل عليه ان هو مش مشكلة، ده هو عرض لمشكلة تانية اكبر واعمق. طب دور الاسرة ايه طيب؟ ما هو انا بقى دور الاسرة لو اشبعت الحاجات النفسية لولادها، الحب والتقدير واللعب، ويبقى فيه حاجه اسمها فاميلي تايم، بنتجمع وبنحكي قصص وبنزور بعض ومش عارف ايه، وحتى واحنا في وقت الحظر ده عندنا مثلا ساعتين في الاسبوع بنفتح كلنا نعمل مكالمه جماعيه فيديو، بنشوف قرايبنا وبنلعب وبنهزر، الكوبايه الوقت هتتملي. فبدل ما كنت بقضي انا على التيك توك مثلا 3 4 5 6 ساعات، هيبتدوا يبقوا ساعه، هيبقوا نص ساعه. انما في غلطه كبيره بتعملها الاسره اول ما تحس بخطر الموضوع ده، لا مفيش، ويسحب الموبايل وبتاع. لا طب ما انت اصحيك لما بتسحب ده انت سبت كوبايه الوقت فاضي، هو هيملاها بحاجه تانية ممكن تكون اسوأ. طيب بالنسبه طيب ليا انا كأم تمام، انا عندي الاطفال يعني ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها تيك توك دي خالص. بعد موضوع كورونا والدنيا فتحت شويه وبقى في زيارات عائليه، خدوا الموضوع ده من ناس جوه العيله وكده، ده انا اتصرف معاهم ازاي يعني؟ ده بقى هو دي المشكله جت من بره. بصي ده بقى للاسف حاجه ما بنقدرش خالص نحجمها، اسمها اثر البيئه المهدده. بالزبط. اللي هو انا ممكن ابقى بربي ولادي كويس جدا وزوجتي بتربيهم كويس جدا وعيلتي، لكن في شارع، في وسائل اعلام، في بتاع، دي كلها حاجات بتسيب تاثير، ومفيش حد بيضمن نجاه او هدايه حد. كان سيدنا نوح ضمن نجاه ابنه او هدايته مثلا يعني. فلكن انا ايه اللي اقدر اعمله؟ ان انا قدر الامكان اشتغل على فكره ان انا اللي اكون نموذج. ازاي الواحد عشان يكون نموذج لاولاده؟ مش معناه انه يكون بيربيهم فهم هيطلعوا بيقلدوه، لا، احنا عندنا شروط لو قدرتي توفريها في نفسك انت هتكوني نموذج، ومهما هم يشوفوا بره هيفضلوا مبهورين بيكي انت كشخص ويبقوا عايزين يقلدوكي. ايه بقى اربع حاجات؟ اول حاجه ان حضرتك تكوني مبهره. يعني ايه؟ يعني في المجالات اللي هم مهتمين بيها، ليكن مثلا الالعاب الفيديو جيم او مش عارف الميك اب لو كانت مراهقه، لو كانت مش عارف ولد يبقى مساله البادي بيلدينج والاكل والتغذيه والحاجات، يكون عندك معلومات فيها كتير وتتكلمي، هو يحس ان انت عندك معلومات اكتر من اللي عنده، الابهار ده يخليكي نموذج. الحاجه الثانيه القوه، ان انت حتى لو تصطنعي مواقف او تحكي قدام منه مواقف انت قدرتي فيها تثبتي نفسك وتاخدي حقك وبتاع، كل المراهقين والشباب والاطفال بيتاثروا بالنموذج الاقوى من النموذج الاضعف، عشان كده ممكن نلاقي مثلا الاب يكون اكثر تاثيرا من الام، مش عارف ايه حاجات كده. يبقى الابهار والقوه. والحاجه الثالثه العلاقه الايجابيه، ان انا اكون على علاقه ايجابيه، يعني بحتويه وبتكلم معاه وبهزر، مش بشد وبضرب وبعاقب. بالظبط. مع قطع حضرتك يا دكتور معلش، معانا بس مداخله هاتفيه. اوكي اتفضل. معانا ابراهيم من القاهره. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير. صباح الفل. ايه
منورين كلكم والله. ميرسي يا فندم، ميرسي لحضرتك. اتفضل سؤال حضرتك بخصوص. انا كان بس سؤالي للدكتور. اتفضل دكتور معاك. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال، بما ان حضرتك بتتكلم عن التيك توك او منصات التواصل الاجتماعي. حضرتك تمام يا دكتور؟ اتفضل. سامعك، اتفضل حبيبي اتفضل. طيب كنت عايز اعرف، هل الغلط من الاسره او الغلط من البيت والتربيه الاساسيه، ولا هو الفكره كلها ملهاش علاقه بالاسره وليها علاقه بالبيت، او ليها قصدي علاقه بالطلبه؟ تمام. سامعك يا فندم. الدكتور هيجاوبك حالا يا ابراهيم. ميرسي. تمام. الاجابه بتاعت ابراهيم ايه؟ هو بالظبط ده النقطه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. غياب اول حاجه تكون مبهر بالظبط كده، غياب دور الاسره في اشباع الحاجات النفسيه بتاعت اولادها، وغياب النموذج، وجود نموذج فيها مبهر وقوي وبيقيم علاقه ايجابيه وقادر على الاحتواء. نعتبر كلام حضرتك دي النصايح اللي احنا ان شاء الله بنختم بيها الفقره بتاعتنا. ان احنا نقدر نبعد ولا اول حاجه المعنى. تبقى شخصيه مبهره. ماشي. تاني حاجه ان انا اكون نموذج قوي، يعني نموذج قوي. ما بانش ان انا ايه ضعيف، مش بعرف اخد حقي في مواقف. تمام. باخد الجوانب السلميه، هو ده يعني مع حسن الخلق. ولكن قدام اولادنا لازم نبان ان احنا اقوياء وبنعرف نعمل تاكيد ذات. تالت حاجه العلاقة الإيجابية، إن أنا أكون بحتويه وبهزر معاه وبلعب وبشاركه في الاهتمامات بتاعته، وهو قاعد بيتفرج على حاجة أقول له تعالى نتفرج مع بعض، أحكي له حاجات وأقول له قول لي رأيك فيها، أحسسه بنوع من أنواع الصداقة أكتر منها السلطوية، إن أنا بقول لك اعمل وما تعملش. الحاجة الرابعة الحوار، إن أنا أكون بتكلم دايما معاه وبقنعه بإيجابيات الشيء وبسلبياته، وأحيانا باخد حزم وأقول له لا ده ما ينفعش، وأحيانا تانية باخد معاه الفكرة بتاعت الشد والجذب عشان خاطر برضو ما يحسش إنه مقهور على كل حاجة. للأسف دكتور مصطفى وقت حلقتنا انتهى، إن شاء الله لينا يعني لقاءات كتير الفترة الجاية. إن شاء الله. وقت حلقتنا انتهى أعزائي المشاهدين، استنونا في فقرات تانية كتير من برنامج ميك أب لاين، استنونا.